للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب الدكتور علي النعيمي عضو مجلس النواب. بعد التحية سعادة النائب، قراءتك تجاه الخطوة التي اتخذتها مملكة البحرين في إقامة علاقات مع دولة إسرائيل؟ نعم، مساء الخير إلى الجميع. في البداية أود أن أؤكد على الموقف الدائم لمملكة البحرين والحنكة السياسية والدبلوماسية تجاه قضايا المنطقة. نعم. وما تبعها من برام اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومن هذا المنطلق كان تأييد مجلسي الشورى والنواب لهذه الاتفاقية باعتبارها خطوة تاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة. كما أود أن أؤكد أن القضية الفلسطينية هي المرتكز الأساسي لهذه الاتفاقية، وأن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله لم ولن تتوانى عن تقديم الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية. كما أن إرساء السلام والاستقرار أحوط ما يكون له العالم الآن في ظل ما يشهده من تحديات على مختلف الأصعدة. ومن المنطلق هذا برز الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهدها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتاريخ 13 أغسطس 2020 بإعلانها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، ومن ثم سعت مملكة البحرين إلى دعم ركائز الاستقرار في المنطقة بوقف الصراعات والنزاعات والتركيز على البناء والتنمية من أجل عالم يسود السلام والاستقرار. أن القضية الفلسطينية لم تكن في معزل عن هذه الاتفاقية، بل كانت هي القاعدة التي بنيت عليها تلك الاتفاقية من أجل إيجاد الحل العادل والشامل لهذه القضية وضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل كخيار استراتيجي وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. في الختام أؤكد أن البحرين هي مملكة السلام بقيادة جلالة الملك وحكومته الرشيدة وواحة لكافة الأديان والأطياف. الجميع هنا يعيش في سلام واستقرار، وسيبقى هذا الوطن للجميع. نعم، سعادة النائب دكتور علي النعيمي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.